بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة مهمة في أسباب النفوق في الحملان والجديان الصغيرة بالنسبة لصغار الماعز والأغنام، ودي يعني موضوع دايما الدكاترة يبعتوا لي والمربين وأصحاب المزارع والمشرفين على المزارع: يا دكتور الحملان بتموت وهي صغيرة، عايزين نعرف إيه المشكلة. طبعا المشكلة ما هيش هتتقال في يوم وليلة يعني نخلص لنا، لكن موضوع كبير وعايز حضراتكم كده تركزوا معايا فيه، لأن مش من السهل إن أنا أقول إن الحملان هنا ماتت من كذا أو كذا. Most common causes of lamb mortality and method of prevention. And method of prevention يعني أهم حاجة إن إحنا كدكاترة ناخد الوسائل الوقائية لمنع حدوث نفوق في الحيوانات الصغيرة. طبعا كلامنا النهاردة كله عن الحملان والإيه والجديان اللي هي صغار الماعز وصغار الأغنام، الأسباب العامة لنفوق الحملان وطرق الوقاية. قاعدة عامة كده، القاعدة دي تمشي على كل أنواع الحيوانات عندنا. المسببات الثلاثة الرئيسية لمرض الحيوان ونفوقه ما بتخرجش عن الثلاث أسباب دول. يعني احنا بنقول كده زي ملخص للمحاضرة، بعد كده نبدأ نشرح بالتفصيل. ثلاث أسباب الرئيسية اللي تخلي الحيوانات تمرض وتنفق في المراحل العمرية الصغيرة من عمر يوم لغاية يعني شهرين: إما إن الحيوان ده مخدش سرسوب كولوستروم، أو إن حصل عدوى بكتيرية أو جرثومية يعني أو فيروسية أو طفيلية للحيوان في هذا العمر الصغير وبالتالي ما بتحملش وبموت. والسبب الثالث إن يكون الوسط اللي عايش فيه الحيوان الانفايرومنت غير مناسب وغير ملائم وغير صحي لنمو هذه الحيوانات. دي الثلاث أسباب الرئيسية اللي دايما تعمل أمراض في الحملان وتسبب نفوق للحيوانات: كولوستروم انفكشوس ايجنتس، بكتيريال أو فيرال أو بارازيتك أو بروتوزوا، والانفايرومنت. طيب في عوامل ريسك بيسموها ريسك فاكتورز، يعني عوامل مساعدة لو ظهرت بتساعد على ظهور هذه المشاكل وتساعد على مرض الحيوان وتساعد على نفوقه. ايه هي الخمسة ريسك فاكتورز المهمين جدا؟ اللامب 6 والبيرث ويت والامبليكال كير والتايم اند ميثود اوف كولوستروم فيدنج. لو في خلل في الخمس حاجات دول، طبعا الاخيرة هي اتنين مع بعض، تايم اند ميثود كولوستروم فيدنج له تأثير زي ما قلنا. الكولوستروم له دور مهم جدا في الوقاية من الأمراض كثيرا. لو ما عملناش نظافة للأمبليكا، الأمبليكا اللي هي الحبل السري ودي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، والبيرسويت لو نزل الحمل أو الجدي ده وزنه أقل من الوزن الطبيعي بيكون معرض للأمراض. وكذلك اللامب 6 له علاقة الفيميل دايما غير الميل. برضو بنوضح الكلام ده تاني، اللو بيرث ويت اللو كولوستروم انتيك، ان الحيوان ما ياخدش كفايته من السرسوب، او يحصل عسر ولادة، ده برضو بيبقى عامل مساعد لحدوث وفيات وده نتكلم عنها بالتفصيل. والبور هايجين، الصحة يعني المكان مش نظيف، او في سلالة وراثية فيها مشاكل من الذكور، او ان حيوانات محطوطة في مكان نو شلتر ليك اوف شلتر، يعني مفيش مأوى جيد يحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف. دول كلها كل الحاجات دي بنسميها ريسك فاكتور. فانا لما اجي اتكلم في اخر المحاضرة على البريفنشن لازم ان انا كل الحاجات دي اتجنبها، وعشان كده احنا عملنا ثلاث محاضرات قبل المحاضرة دي. يعني محاضرة النهاردة دي تجميع لثلاث محاضرات اللي فاتوا، اللي هو بروتوكول فاكسينيشن دي محاضرة، المحاضرة الثانية كانت المانجمنت اوف بريجننت مير بريجننت يوز اند جوتس، والمحاضرة الثالثة اللي هي كانت الاسبوع الماضي اللي هي الهيلث مانجمنت للنيو بورن لامبس، ازاي اعمل رعاية صحية للحملان. فالثلاث محاضرات دول مهمين جدا عشان اقدر اطبقهم عشان اقدر اتجنب حدوث نفوق في الحيوانات الصغيرة.
نيجي بقى نشوف الـ causes of mortalities. كتير من الدكاترة أول ما يبقى يعني يكتبوا على الجروب أو يبعتوا ويقول لك الحالات يا دكتور في نفوك يبقى احتمال تكون تسمم دموي أو معوي، أنت محصن؟ لا مش محصن، يبقى أنت معوي أو أنت عندك دموي. الموضوع أكبر من الدموي والمعوي، دول حالتين من أكتر من 10 أسباب لسبب النفوك في الحملان. ولذلك العلماء قسموا، والخبراء في مجال الأغنام قسموا أسباب النفوك في اللامبس إلى 3 مراحل. إما مرحلة أن الحيوان ينفك أثناء فترة الحمل، وده بنسميه أبورشن، وده عملنا عليها محاضرة كوزس أوف أبورشن في الشيب، أو أثناء الولادة ممكن الحيوان يموت أثناء الولادة، ديستوكيا مثلا، عسر الولادة أو حاجة، أو يكون اللام بتولد طبيعي وبعد كده يموت خلال الايه من عمر يوم العمر شهرين، اللي هي أكتر مرحلة نفوق في الحيوان، بتبقى في مرحلة الشهر الأولاني أكتر وبعدين الشهر الثاني. هنتكلم على كل مرحلة من الثلاثة دول، إيه الحاجات اللي تخلي الحمل يموت أثناء فترة الحمل أو يموت مباشرة بعد الولادة، يعني ما كانش فيه دستوكيا ولادة طبيعية ونزل على طول مات، بسموها ستيل بيرس. ستيل بيرس برضو تدخل في المرحلة الأولى دي اللي هي before parturition، وفي during parturition، وفي after parturition. خلينا نتكلم على المرحلة الأولى اللي pre-partal abortion diseases، ودي قلنا زي ما قلنا لحضراتكم احنا عملنا عليها محاضرة كاملة اللي هي الابورشن ان شيب اند جوت. احنا هنا بس بنذكر باسماء الميكروبات اللي بتسبب اجهاض للحملان، ما هياش بس الحمى الملطيه زي ما كثير من الدكاتره بدل حصل اجهاض يبقى دي حمى ملطيه. حمى ملطيه يعني نسبتها مثلا زي ما اتكلمنا والدكتور ابو عبد الرحمن معانا قال يعني مثلا تاخد 30% من اسباب الاجهاض في الغنم، لكن عندنا بعد كده الكيو فيفر حمى المجهوله، عندنا الليبتوسبايرا، عندنا الكامبيلوباكتر، عندنا التوكسوبلازما، والكلاميديا، كلاميديا بورتس. يبقى لو الحالة حصل لها إجهاض في الشهر الرابع أو في آخر الرابع أو في آخر يعني قبل ما تولد يعني بأيام، بيبقى واحدة من الأمراض دي لازم نبعت عينة للمعمل ونشوف المسبب الرئيسي للإجهاض إيه. أو الحالة تولد طبيعي ويموت بعد الولادة، يعني ينزل مفيش ساعة ساعتين يموت، برضه ده ممكن يكون من الامراض الاجهاض اللي هي ممكن يكون بروسيلا او كيو فيفر او ليبتوسبايرا او كلام، يعني مش لازم يحصل اجهاض قبل اتمام مرحله الحمل، ولكن ممكن ان الحمل يتم ولكن يموت الحمل بعد الولاده مباشره. طيب نيجي للمرحله الثانيه، ان يموت اثناء الولاده. اثناء الولاده على طول كلنا هيجي في ذهننا ان في عسر ولاده، يعني الجنين مش جاي مظبوط، الجنين جاي وضعه بريزنتيشن غير طبيعي، ان هي حمله في 2 3 توأم وزنقوا على بعض وماتوا ومش عارفين ننزلهم. فممكن لو الدكتور وهو بيشد او المربي وهو بيشد الجنين اثناء الولاده ممكن يحصل فراكشر للريبس واللونج بونز، ممكن الضغط اللي مع التحزيق يكسر الضلوع بتاعته او تكسر عظمه من العظام بتاعه الحيوان وممكن ينزل ويموت. ممكن الضغط ده برضو يضغط على CNS يظهر ضغط على المخ فيحصل سب ديورال هيماتوما، وممكن يحصل برضو نزيف في المخ نتيجة للحيوان اتأخر في الولادة فبيقل الاكسجين اللي وصل للمخ وبرضو يموت الحيوان بالاختناق. لذلك مهم جدا متابعة الحالة أثناء الولادة، ويبقى معايا الأدوية جاهزة، ولو الحالة اتأخرت سيرفكس ما فتحش ندي ديكساميثازون مع استروجينز، لو برضو ما فتحش نتدخل ونعمل سيزيريان. ليه؟ لأن أنا عايز أحافظ على حياة الجنين، كلما تأخرت عملية الولادة وكان في عسر ولادة كل ما ده كان هيؤدي إلى نزول الجنين ميت بسبب عدم التدخل السريع، او طبعا بقى له اسباب تانية، الدستوكيا يعني لها اسباب كتيرة، او ممكن يحصل اديمة ايضا، الراس تورم او جزء من الحيوان يورم وبالتالي ما يقدرش يعدي من السيرفكس او من الفاجينا، وممكن تحصل انه هو يموت بالاختناق. دي كلها مراحل اسباب نفوق اثناء الولادة. بتكلمنا على مرحلة اثناء الحمل، المرحلة الثانية اثناء الولادة، نيجي للمرحلة الثالثة بقى والمهمة اللي حضراتكم كلكم مستنيينها
لا يا دكتور ده الحملان كانت كويسة ورضعت السرسوب وماتت بعد أسبوع، ده ماتت بعد شهر، ماتت بعد 15 يوم. في موت كتير عندنا في المزرعة. الأسبوع اللي فات في دكتور من قطر قال إن إحنا عندنا في مزارع الغنم نسبة النفوك بتصل إلى 50%. ده كله بقى في المرحلة الثالثة دي بعد الولادة. إيه هي مسببات النفوك بعد الولادة؟ عندنا هنا بنقسم المسببات إلى نوعين، في مسببات غير معدية non infectious causes وفي مسببات infectious causes. طيب نيجي نتكلم على ال non infectious causes. ايه هي ال non infectious causes اللي ممكن تسبب نفوك الحيوان؟ اول حاجة الاسترفيشن، الحيوان نزل وما رضعش السرسوب ولا رضع لبن ولا اي حاجة، جاع ومات. المرحلة التانية يحصل هايبوجليسيميا، الحيوان يبقى عنده نقص شديد في السكر في الدم وممكن تسبب النفوق. الحالة التالتة ودي اتكلمنا عنها محاضرة من 3 أسابيع اللي هي تشيلينج أو الهايبوثيرميا، الحيوان يتولد ودرجة حرارته 36.5 أو 37 وما قدرناش نتعامل معاه بسرعة، فممكن يكون ده سبب. ودي كلها حاجات نون انفكشوس، أو يكون الحيوان أصلا كان عنده نقص في عنصر غذائي وبينزل الحيوان يموت زي الايودين ديفيشنسي، يحصل جويتر والجويتر من ممكن ينزل الحيوان ميت وتلاقي الغده الدرقيه متضخمه، شفت حالات كتيره كده. او الكبر ديفيشنسي برضو ممكن يموت الحاله، او الفيتامين اي والسيلينيوم ديفيشنسي الاكيوت فورم بتاعها مش لازم ينزل الحمل وبقى رجله متنيه والمفصل والكلام ده، لا ده ممكن يعمل اكيوت اكيوت ديس او صدن ديس بعد الولاده خلال الاسبوع الاول من الحمل، ولما بنفتح ونعمل نشرح نجد في ليجون في الهارت بيبقى دايجنوستيكلي ان ده فيتامين اي اند سيلينيوم ديفيشنسي. دي كلها بسموها اسباب غير معديه. تاني الاسترفيشن، الهايبوجلايسيميا، الهايبوثيرميا، فيتامين اي اند سيلينيوم ديفيشنسي، الكبر ديفيشنسي والايودين ديفيشنسي. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رحب بالزملاء جميعا اللي معانا، طبعا بدون ذكر اسماء بقى لان كلكم حبايبنا ومنوريننا كل مرة ان شاء الله. نيجي بقى للانفكشوس كوزز، ده بقى اللي مربط الفرس زي ما بيقولوا، او هي دي المشكلة الرئيسية اللي هي بقى التسمم الدموي والمعوي والكريبتوسبريديا والايكولاي والحاجات اللي احنا بنعيش فيها يوميا ديت. ايه بقى المسببات المرضية؟ تمام يا دكتور عبد الرحمن، بيضيف من بالنسبة للأسباب غير المعدية ولادة الحمل وبه عيوب خلقية مثل انسداد الشرج وماء الرأس. تمام يا دكتور بارك الله فيك. نيجي بقى للانفكشوس كوزس، عندنا 4 مسببات تعمل مرض أو تعمل موت مفاجئ للحيوان. فيها مسببات فيروسية وبكتيريال وبارازيتك ومايكوبلازما. نيجي للايه، ميعاد العدوى، دي بقى علامه مهمه جدا. طب امتى البكتيريا وايه انواع البكتيريا اللي بتعمل موت مفاجئ او تعمل اسهال شديد والحيوان يموت؟ اختارهم اخطر حاجه زي ما هنوري حضراتكم دلوقتي، هنجيب بعض الابحاث كده من بعض الدول، دوله بتاعت قريبه زينا لدوله الاردن معمول فيها بحث على المسببات واي اكتر مسبب للنفوق في الحملان كان هو الايكولاي. الايكولاي او الاشيرشيا كولاي دايما بتيجي للاعمار اقل من 5 ايام، يعني خلال 4 ايام الاولى او 5 ايام لما نلاقي الحيوان بيموت فجأة او يظهر اسهال شديد وحرارة عالية ويموت، ده بتبقى ايكولاي. طب من 5 ايام لغاية عمر شهر ممكن تيجي يكون مسبب هنا الكوليستيريديا بيرفرينجز تايب بي وتايب سي اللي هي بتعمل حاجه اسمها اللامب ديزنتري، ودي اتكلمنا عنها في محاضره كامله اسمها انتيرو توكسيميا ديزيزز في الشيب والجوت. كوليستيريديا اتكلمنا عنها بالتفصيل، ودي للاسف ملهاش علاج ولهاش غير التحصين الامهات او الحملان بعد الولاد. السلمونيلا دايما تيجي بعد عمر 15 يوم. ودول 3 أكثر أسباب مسببات بكتيرية تسبب نفوق في الحملان، إما الإيكولاي ودي بتيجي في الأعمار الصغيرة جدا، الكوليستريديا بتبدأ من 5 أيام لعمر شهر، السلمونيلا بتيجي بعد 15 يوم.
طب الفيرال ديزيزز عندنا الروتا والكورونا والبي في دي. برضه الروتا والكورونا بيجي في نفس ميعاد الايه الاي كولاي، ويصعب التشخيص بينهم والتفريق بينهم الا معمليا. والبي في دي بيجي دايما بعد عمر الشهر، الفاين فايرال دايريه بيصيب اصلا الكتل وبيصيب الشيب ايضا. البروتوزوا الكوزس بقى، ودي مشكله موجوده هنا في السعوديه وفي مصر برضو، كتير من الدكاتره في مصر ودول الخليج بيبعت لي واقول له حلل وكده، فتطلع فعلا عنده كريبتوسبريديا. كريبتوسبريديا ده مرض مقرف وطويل ومالوش علاج يعني، او علاجه صعب وبيحتاج نظافه وكده، وهو من عيله الكوكسيديا، يعمل اسهال اصفر ويقعد الحيوان يخس وممكن يموت. كريبتوسبريديا ما بتيجي برضو في البدايه من عمر 5 ايام لعمر شهر. يبقى اللي يجي من 5 ايام لعمر شهر عندنا السالمونيلا والكريبتوسبريديا والانتيروتوكسيميا اللي هي الكوليستريديا. والكوكسيديا طبعا يمكن كثير منا بيقدر يشخصها كلينيكالي بان الحيوان بينزل اسهال مدمم، اللي هي الكوكسيديا ما بتجيش اقل من عمر 15 يوم. دي بيسموها بروتوزوال ديزيزز. الكريبتوسبريديا والكوكسيديا دي عيله واحده، ويعملوا اسهال وممكن يتعالج، هنتكلم عنهم في اخر المحاضره. وممكن لو هم اهمل او صعب التشخيص بتاعها ممكن الحيوان يموت بعد كده. طيب نيجي بقى نتكلم، ده احنا اتكلمنا على 3 حاجات بسرعه عامه، نيجي نتكلم على البكتيريا بشيء من التفصيل شويه، اللي هي الاخطر حاجه فيهم واللي بتعمل نسبه نفوق عاليه، ما هيش تسمم معوي زي ما الناس كلها بتبقى متخيله، ودايما تيجي في الموت يكون في الاسبوع الاولاني بعد الولاده، اللي هي الانتيروباثوجينيك ايريشيريشيا كولاي. وزي ما قلنا دي بتيجي من عمر يعني يوم لغايه عمر 5 ايام لغايه عمر اسبوع. وبعدين بتعمل ايه بقى الميكروب ده؟ بيعمل 3 مشاكل كبيره في الجسم. ممكن تعمل مرض اسمه ووتري ماوث، تلاقي الحمل عمال يعمل سلايفيشن كميه كبيره كده من البق وحرارته عاليه ويموت. ممكن تعمل نيفل ال، ممكن تعمل ورم في السره او خراج في السره، وممكن تعمل جوينت ال، ممكن تعمل ورم في المفاصل في العمر الصغير ده، يبقى دي ايكولاي. طبعا في ورم في المفاصل لما الاعمار التانيه بتاعت الميكولازما والحاجات دي، لا هنا في العمر اسبوع تلاقي المفاصل ورمه او السره ورمه، او الحيوان عمال يريل وحرارته عاليه اللي هو ووتري ماوس. ممكن تعمل اسهال سكاور. دي ثلاث صور للايكولاي، ومش لازم الثلاثه يكونوا موجودين مع بعض، اما يجي بصوره ووتري ماوث او نيفل ال او جوينت ال او سكاور. وممكن يصادن بس على طول من غير ما تظهر ايه اي اعراض، ولا يمكن تشخيصها وتاكيدها الا معمليا. طب ايه الاعراض بتاعه الووتري ماوث اللي انا قلتها من شويه؟ نقولها تاني. تلاقي الحيوان ضل وبعد كده حرارته بتعلى، وبعد كده اكسسيف سلايفيشن، ويرفض ان هو يرضع من امه، ويرفض يرضع الصرصور، وبعدين يحصل له كولابس ويبدا بطنه يتنفخ ويجيله اسهال ويموت. ده ووتري ماوس، ده نوع من الايكولاي. ده بحث معمول في الاردن عنوانه ريسك فاكتور فور لامبس اند كيدز مورتاليتي اند شيب اند جوت فارم ان جوردان. لينا في ابحاث كثيره الدول الاجنبيه، لكن انا خدت لخصت البحث ده لانه معمول في الاردن اللي هي تقريبا المنطقه العربيه اللي احنا عايشين فيها. وايه الراجل قال ايه المسببات؟ يعني عمل 100 حاله عشار، وبدا الحالات تولد، وبدا الحالات اللي تموت ياخدها ويعزلها ويشوف المسببات بتاعت الايه. وجد ان في ريسك فاكتور في المزرعه، اولا انه سايب الحملان مع امهاتها، دي برضو عامل زي ما قلنا عامل خطوره، نسبه العدوى تنتقل بقى الايكولاي والحاجات دي من الام، بتنزل الايكولاي في الفيسز، وبعدين يلوث الضرع، يجي الحمل يرضع من امه من خلال التيت الملوثه، فياخد الايكولاي عنده يتكاثر في الامعاء، يطلع عنده توكسين، الحيوان يموت. يبقى نوت سيبريتنج ذا نيو نيتس فروم ادلت انيمال، ده وجد هنا دي ملحوظه ان المزرعه ما بيعزلش الحملان، سايبها مع امهاتها على طول. تاني حاجه وجد ان الدامز ما هياش محصنه، الامهات مش محصنه بالمعوي ولا بالدموي ولا بالكوليوباسيلوزس. تالت حاجه وجد ان المزرعه دي كانت منقوله
من مكان إلى مكان آخر وفي سفر لمدة مسافة 5 كيلو، فده كان عامل مساعد لأن يحصل باستريلا. ووجد إن التغذية فيها سيئة، كان في ستارفيشن في المزرعة وعدم الرعاية الصحية، دي كلها ريسك فاكتور. لكن نيجي نشوف إن الوجد عنده عمر شهرين، إن نسبة الإسهالات بتمثل 60% من أسباب النفوق في المزرعة، والأمراض التنفسية بتمثل نسبة 14%، والأنون كوزس يعني حاجات مش معروف سببها كانت تمثل 13%، وحوادث بتحصل تمثل 9%. طيب وجد ايه بقى لما بعت المعمل الراجل اللي عمل البحث ده؟ وجد ان المسبب الرئيسي لأعلى نسبة نفوق كانت الإيكولاي، بعديها الباستريلا مالتوسيدا اللي هي التسمم الدموي، وبعديها الكوليستريديوم ديرفيرينجز، وبعدين الاستاف اوريوس. بيقول however ecoli was the most frequent bacteria species identified as a cause of neonatal mortality lamb and kids and represent 63.4% of all bacterial isolates. خلي بالكم عشان مش كل جماعة حالات تموت نقول ده معوي ودموي، مش محصن حصن. وجد ان نسبة النفوق في الحملان بتمثل 60% من اسباب البكتيريا كانت ايكولاي، فخلي بالنا هنا الايكولاي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا في مزارع الاغنام، زي برضو مزارع العجول والابقار، وبتسبب نسبة نفوق عالية. هذا اللي هو اللي جاب الحيوانات اللي عددها المصابة والنسبة بتاعتها اللي احنا قلناها من شوية، ودي الميكروبات اللي عزلها ايكولاي والباستريلا وكوليستريديا والاستاف. يعني ده ملخص للبحث. طب نيجي بقى للنقطة المهمة، احنا كأطباء بيطريين أهم حاجة عندنا الوقاية خير من العلاج. احنا اللي قلناه كله ده عشان نحط في ذهننا ايه المسببات، قلنا أهم حاجة السرسوب والنظافة والتحصينات الأمهات والتغذية الجيدة والحاجات دي كلها. طب ازاي نمنع ونقلل نسبة النفوق في مزرعة؟ جالك واحد بقى مربي وقال يا دكتور انا عندي نسبة النفوق عالية، انا عايز ايه اخلي نسبة النفوق دي؟ طبيعي طبعا 1%، يعني من 1 لـ 2% لغاية 3% يعتبر طبيعي. يعني لو عندي كل 100 حالة ولدت وواحد من المواليد ده مات بعد الولادة، ده طبيعي، و2% طبيعي. لكن احيانا اقول لك 3%، احيانا يكون 4% و5% و10%. وزميلنا بتاع قطر معرفش معانا النهارده ولا لا، لما قال ان نسبه النفوق وصلت 50% في مزارع الاغنام في قطر. الدكتور ابراهيم المعظمي معانا جزاه الله خيرا اللي بنزل لنا المحاضرات على اليوتيوب، يقول لنا يعني النسبه دي موجوده يا دكتور ابراهيم عندكم فعلا ولا مبالغ فيها؟ طيب هنتكلم على ازاي نعمل وقايه. عندنا 6 خطوات للوقاية من ارتفاع نسبة النفوق في الحيوانات. أول حالة قبل موسم التناسل، قبل ما الأم نعشرها، قبل ما الأم يلقحها الذكر، بسميها بيفور بريدنج. طيب والحالة الثانية الأم وهي عشار، وده عملنا عليها محاضرة during gestation، المانجمنت تعمل إيه مع الغنمة أثناء الحمل. ثالث مرحلة بعد ما ولدت، يبقى أعمل لامبنج مانجمنت، وده عملنا عليها محاضرة الأسبوع الماضي لامبنج مانجمنت، ازاي ارعى الحملان عشان اجنب النفوق فيها. رابع حاجة ومهمة جدا، ان انا لازم اعمل برنامج تحصين ودي وورمنج. دي وورمنج يعني برنامج وقائي لعلاج الطفيلات الداخلية والخارجية، ودي برضو عملنا عليها محاضرة. في بقى 5 حاجات بزيادة هنقولها بقى. طيب نمسك واحدة واحدة. بيفور بريدنج اهم حاجة نكون السلالة اللي عندي الكباش اللي بتلقح يكون خالية من الامراض، مش فيها حمى ملطية، ما تكونش جايه من سلالات مريضه، نهتم بيها قوي. وراجع على الامهات، راجع شوف الضرع بتاعها سليم ولا لا، لو فيه ماستيتس ولا في اي مشاكل بستبعد الحالات دي، ويكون عندي سجل للحالات دي عندي في المزرعه. ده قبل ايه ما ندخل الحالات موسم التناسل. طيب بعد كده اثناء الحمل، واحنا اتكلمنا عن النقطه دي في محاضره المانجمنت، ان التغذيه الجيده مهمه جدا خاصه في بعد الشهر الثالث، لان 75% من نمو الجنين بيحصل في الشهر الثالث والرابع من الحمل. فلازم ندي مصدر كربوهيدرات دي طاقه، ولازم بروتين، نسبه بروتين ومينرالز وفيتامينز. اللامبنج مانجمنت بقى، اول ما الحمل يرضع
يتولد يعني. اهم حاجه والكلام ده اتكلمنا عنه الاسبوع الماضي ايضا، كولوستروم. كولوستروم يا جماعه بيدي باسيف اميونيتي بروتكت للكافز وللامبز لمده شهر بعد الولاده. يعني لو ضمننا ان خد الكميه المطلوبه في الكولوستروم انه يكون ثيك اند كريمي، ما يكونش فيه ماستايتس ولا اي حاجه، ولا خفيف، ويكون هاي في الانتي بوديز، يكون جاي من ام محصنه، ويكون فيه نسبه اجسام مضاده عاليه، ويكون هاي في نسبه السوليدز والبروتين والفات. وقلنا السرسوب بيعتبر مصدر طاقه ومصدر للفيتامينز ومينرالز، واهم حاجه مصدر للاجسام المضاده. ده اهم حاجه في المحاضره، اللي عايز يرعى يحصل على اغنام ما تموتش في فتره الولاده بعد الولاده لازم يديها سرسوب. السرسوب لازم يبقى سون انف، اول ما تتولد الناجه تولد على طول خلال الساعتين الاولى بعد الولاده، ويكون فوليوم انف يعني ما تقلش الكميه عن 10% من وزن الحمل. يعني لو حمل 4 كيلو المفروض اديله ايه 400 مللي. كونسنتريشن انف، يكون سرسوب جيد مركز في اجسام مضاده. دي كلها بيسموها جود كولوسترامز. ودي نسبه الانتي بوديز عند الساعه الاولى بعد الولاده بتوصل ل 14%. عند الساعه بعد 4 ساعات لو ادينا السرسوب بعد 4 ساعات نسبه الانتي بودي بتنزل ل 12، لو اديناه عند 6 ساعات تبدا تنزل عند 16 ساعه 24 ساعه تبقى نسبه الانتي بودي قليله خالص هنا. فكل ما اسرعنا باعطاء السرسوب في الساعات الاولى بعد الولاده كل ما ده ادى اجسام مضاده وحمل حيوانات بقى من الايكولاي والسلمونيلا والانتيروتوكسيميا والتسمم المعوي والدموي، وكنا انا محصن الامهات اصلا، فبينزل الاجسام المضاده في السرسوب لانها لا تنتقل عن طريق المشيمه كما ذكرنا. ابو عبد الرحمن بيضيف معلومه جميله، بيقول يجب فحص الامهات لطفيلات الدم لان بحوث كثيره تقول ان انتقال المرض من الام للجنين عن طريق المشيمه. بارك الله فيك يا دكتور. ان زي الترايبانسوما زي البابيزيا والسيليريا وجدوا ان هي بتنتقل من الامهات المصابه الى الحملان المولوده عن طريق المشي، والكلام ده علمي صحيح. نيجي بقى للانفايرومنتال ستريس اللي احنا اتكلمنا عنها في بدايه المحاضره، ان الوسط اللي عايش فيه المفروض ما يكونش مزدحم. اثناء الويننج لازم ناخد بالنا اثناء الفطام، نقل الحيوانات، الدامبنس والاوفر كراودنج، الفتيج والديبليتيشن ونقص الغذاء، كل دي بتبقى عوامل بتساعد على. وجدوا ان اثناء الشهر الاولاني من ولاده الحمل بتبقى نسبة الوفيات 75%، والشهر الثاني إلى يعني لمدة سنة بقى بتبقى الباقي 25% بتحصل نسبة النفوك. يعني معنى ذلك أخطر حاجة اللي هي الشهر الأولاني بعد الولادة. الحاجة الرابعة في الوقاية الفاكسينيشن والديورمينج، وإذا عملنا زي ما قلنا عليها محاضرة إن أنا أعمل تحصين بمعوي والدموي، ولو عندي تحصين إيكولاي بديه للأمهات، وطريقة التحصين والكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل. في طرق اخرى بقى اللي هي بندي ضد الطفيليات خاصة الهيمونكوس كونتورتس، دي خطيرة جدا وبتعمل انيميا وبتموت الحيوانات. ونعالج بقى الماستايتس النمونيا البلوت التهابات الرحم اللي بتحصل، وندي في العليقة مصدر للفيتامينات وللاملاح. كل ديت ايه اتكلمنا عن الهايبوثيرميا وازاي نمنعها. امبارح دكتور يعني جزاه الله خيرا كان سمع المحاضره بتاعه الهايبوثيرميا وبعت لي حاله فعلا حقن جلوكوز انترابيرتونيال، كانت اللامب 36 درجه حراره 36.5 والحاله الحمد لله اتحسنت. فمهم جدا ان نحقن جلوكوز في الانترابيرتونيال لما تكون الحراره نازله لما الحمل يكون مولود، وادفيه عن طريق لمبه كده، ودي طريقه الحقن في الانترابيرتونيال، ونحطه في صندوق دافي. مشكلة الوتري ماوس ان انا احصن الامهات وادي سرسوب للمواليد. مشكلة اللامب ديزنتري اللي هي كولستريديا لازم احصن الامهات. مشكلة الايكولاي ان احنا ادي سرسوب ولو عندي تحصين للايكولاي اديه للامهات. وطب لو حاله مريضه بقى ولسه ما ماتتش اتعامل معاها ازاي؟ لو عندي ايكولاي وسهال شديد والحراره عاليه ابدا اول حاجه ادي فلويد ثيرابي، تاني حاجه ادي مضاد حيوي، ممكن استخدم السبكتينومايسين نتائجه كويسه جدا، وممكن ادي اورالي نيومايسين للحيوانات المخلطه السليمه اللي خوفا من ان هي تصاب بالايكولاي وتموت، فبدي نيومايسين اورالي.
والسبيكتينومايسين برضو اورالي، وممكن احقن للحالات الحرارة عالية ممكن احقن مضاد حيوي برضو سبيكتينومايسين او نيومايسين حقن عضلي. التحصين طبعا بالايكولاي لو موجود يفضل ان يكون استرين محلي، مش نجيبه من بره، لان الاسترينز بتاعت الايكولاي كتيرة جدا وفي بعضها مقاوم للبكتيريا ومقرف. الدكتور بيقول يوجد اختبار خماسي سريع لمسببات الاسهال حاليا بالمعامل. وبيتباع يا دكتور شرف، في شركات بتبيعه اللي هي يطلع الشرش، يطلع الايكولاي تقريبا والكورونا والروتا، وبيطلع الكريبتوسبريديا. يعني ممكن اي دكتور يعمله شرايط كده بتتحط بطريقه معينه ويطلع اذا كان ده بوزيتيف ولا لخمس حاجات. الكريبتوسبريديا يقول لك انه كونسيستنت افكتيف تريتمنت اوف كريبتوسبريديا ان رومانت، يعني ملهاش علاج، لكن عشان هي من عيله الكوكسيديا فوجدوا ان الديكونايت والمونيزيوم صوديوم دول كويسين جدا في علاج الكريبتوسبريديا. في بقى بنختم، لو حد عنده سؤال بقى يجهزه. المحاضرات اللي انا قلتها في بدايه المحاضره عشان الناس اللي دخلوا متاخر مهم قوي ان انا ارجع لها عشان اعرف ازاي اتعامل وامنع مسببات النفوق في الحملان. انا كنا عاملين محاضره على الانتيروتوكسيميا في الشيب والجوت، ومحاضره عن ديزيز السوفانيو بورن انيمال تقريبا محاضرتين او ثلاثه، وبروتوكول وفاكسينيشن في الشيب فارم والفيرال ديزيز في الشيب، وعاملين محاضره الهيلث مانجمنت during pregnancy in sheep and goat، ومحاضرة بتاعت الأسبوع الماضي عن الهيلث مانجمنت اوف لامب اند كيدز. نبدأ الأسئلة. الدكتور فايز بنورنا كل أسبوع بالأسئلة، فايز بركات. لو حمل عمر أسبوع كيف أعطيه محاليل يتعذر إيجاد الوريد؟ ماشي يا دكتور فايز، في الحالة دي بنضطر إن احنا ندي تحت الجلد وإنترا بريتونيال، والإنترا بريتونيال شرحناها بالتفصيل واحنا بندي محاضرة الهايبوثيرميا. نيجي عند السرة كده نشيل الحيوان زي ما انتم شفت، اجيب لكم الصورة الدكتور هو شايله، وانا عرضها فيديو امبارح على التليجرام اللي الدكتور بعتها لي، هي بيشيله بطريقة معينة كده، يشيله خلي ظهر الخروف على فوق وامعاء بتنزل تحت، ويجي عند السرة على اليمين ويبدأ يحقن في البريتون. امتصاص البريتون سريع جدا. كيف اعرف ان الحمل يعاني من هايبوجلايسيميا؟ اولا الهيستوري ان هو ما رضعش يبقى مفيش طاقه عنده، مفيش جلوكوز. لو خدنا عين الدم ونقيس الجلوكوز هنلاقي فيه هايبوجلايسيميا. عبد الرحمن مختار، بنرحب بيك يا دكتور عبد الرحمن، بنرحب بجميع الزملاء. الدكتور ابو عبد الرحمن بيقول علاجه الكريبتوسبريديا بحبه البركه المعجونه بالعسل على هيئه كرات بجرعه 7.5 جرام لكل حيوان. جزاك الله خيرا، وفعلا في ابحاث انا كنت عاملها على حبه البركه، كنت مشرف في رساله دكتوراه على طالب عندنا في الزقازيق على حبه البركه، وهو وجدنا ان فعلا بتقضي على معظم الديدان الداخليه. وهنا الدكتور ابو رحمن بياكد ان هي ايضا بتموت الكريبتوسبريدي. من بروتوكولات العلاج للاسهال اعطاء فيتامين بي 1. طبعا يا دكتور انا كنا عملنا محاضره عن الاسهال، وضروري ان انا ادي بي 1 وادي مكملات غذائيه من عناصر الزنك والايودين والكبر والفوسفورس، لان دايما الاسهال بيمنع امتصاص هذه الفيتامينات والاملاح. لذلك دايما حالات الريكتس وحالات الزنك ديفيشنسي وحالات الفيتامين اي ديفيشنسي دايما تحصل بعد حالات الاسهال. الدكتور زكي صالح بيقول كميه المحلول قد ايه من فضلك؟ كمية المحلول ده برضو نعمل محاضرة يا دكتور هنزلها تاني على التليجرام، اللي هي الفلويد ثيرابي بنحسبها على وضع الحيوان. لو الحيوان في ستاندنج بوزيشن ما بنديش حقن وريدي، نديله اورالي بس، محلول معالجة الجفاف اورالي. لو الحيوان استرنال ريكومبنسي يعني رقد ما عادش بيقف وبيساند على الاسترنم، يبقى نسبة الجفاف هنا 10%، فبنديله 10% من وزنه محاليل مع نسبة تانية بنزودها اللي هي بنسميها مينتنس دوز. يعني لو عندي عجل وزنه 40 كيلو بديله 10% من وزنه يعديله 4 لتر، واديله 2 لتر كمان يبقى 6 لتر خلال 24 ساعة. لو حمل عندي 5 كيلو يبقى 5 كيلو ده بديله 10% من وزنه اللي هي نص لتر، وازود عليه
كمان يعني يديله لتر الا ربع كده خلال 24 ساعة. دكتور فايز بركات، مفيش حد يا جماعة غير فايز، فايز واكل الجو كده منكم، محدش يسأل غير فايز. احنا طبعا بنرحب بأسئلة فايز. خلينا أسامة الأول. أو أسامة، يا ريت يا دكتور محاضرة عن المحاليل فقط، أنا عملت محاضرة هنزلها لك يا دكتور، أو ابعت لي على الواتس ابعتها لك. أنا عامل محاضرة عن الفلويد ثيرابي وطريقة حساب الجرعة، وبرضو عامل محاضرة على الأسيدوزس وحساب الجرعة. واضح يا أسامة إن أنت مش متابع المحاضرات بتاعتي. نرجع لفايز تاني، معرفش هو بيبقى مجهز، فايز ده مجهز الأسئلة عنده على الواتس وبيعمل كوبي باست ولا يلحق يكتب الأسئلة؟ فايز عشان ما يزعلش، فين فايز؟ فايز بركات، خلاص جاوبنا على السؤال بتاعك يا فايز، كيف عرف حملة فايز؟ لو حملة وعنده كذا فايز. صلاح إسماعيل برحب بيك يا صلاح. الدكتور فايز بيسأل، لو حمل حديث ولادة ويشرب مية بكميات كبيرة وحرارة نورمال ما في إسهال وخمول ورضاعة خفيفة، ما هو التشخيص المحتمل؟ بتمر يعني الحمل عمال يشرب مية وهو طبيعي مش في أي مشاكل تانية، فأنت شوف يا دكتور لو هو بيشرب مية كتيرة وهو ما بيشربش لبن، إن هو محروم من لبن فبيعوض مية. المفروض الحملان لو هي بتشرب لبن كافي مش هتشرب مية كتيرة. حمل يعاني من نزلة شعبية منذ اليوم الأول للولادة، أعطيته فلور مع تيلوجزين عضلي. صعب قوي تدي تيلوزين من عمر يوم ده، يعني مش يعني مش ممكن يجيله مايكوبلازما عمر يوم، لكن الحمل نفك. انت اللي موته يا فايز. ابو عبد الرحمن بيقول اكبر مشكله بتقابلنا في المواليد خصوصا النعيمي الرخاوه، افضل تعامل؟ الرخاوه يا دكتور اللي هي فيتامين اي ديفيشنسي، انا عامل عليها محاضره ان انا ادي الامهات عمر 3 شهور جرعه واديها عند عمر 4 شهور حمل جرعه من فيتامين اي سيلينيوم، ولما تتولد ده قلت الكلام ده قلته في الاسبوع الماضي، ندي الحمل اورالي يوميا لمده 5 ايام فيتامين اي مع سيلينيوم اورالي، او احقنه جرعه وبعد يومين ادي له جرعه ثانيه وبعد يومين ادي له جرعه ثالثه. ده كنت بعمله في وانا مشرف على حيران مزرعه حيران في مستشفى، كنت ادي المواليد اورالي عمر يوم. مرحب بيك يا دكتور ابو بكر من ليبيا. الدكتور فعلا كشفتك يا فايز، انا فعلا بعمل كوبي باست من الواتس وبجهز الاسئله. بارك الله فيك يا فايز، انا مش متضايق طبعا من اسئلتك، لكن انا عايزين ندي فرصه لجميع الزملاء. جهاد القاضي بيقول الحمل ما بيقدرش يقوم بعد الولاده، ده نقص الكالسيوم ولا ايه؟ ممكن يا دكتور يكون نقص الكالسيوم، ممكن يكون فيتامين اي ديفيشنسي، ممكن يكون هايبوثيرميا تعمل ريكومبنسي، ممكن يكون هايبوجلايسيميا، ليه اسباب كتيره، فلازم نشوف ايه المسبب وعالجه. كل ده ممكن يخلي الحيوان الحمل ينام، والحراره العاليه ممكن تنيمه برضه، يعني الاسهال الشديد يحصل له ديهيدريشن هيخليه ينام ما يقدرش يقف. يعني اسباب الريكومبنسي كتيره مش بس كالسيوم. فايز بركات، لو حمل حديث ولاده يعاني من ما فائدة إعطاء الهستامين في حالة الإسهال؟ أنا ما قلناش ندي هستامين في الإسهال. لو شكيت إن الحمل يعاني من لكمة ممكن أعطي له صوديوم بيكربونات فموي وكم جرعته؟ بندي جرعة 1 جرام لكل كيلو جرام يا دكتور. جرعة الصوديوم بيكربونات 1 جرام لكل جرام. مرحب بيك دكتور فواز. أين أسئلتك يا دكتور فواز؟ المرة اللي فاتت ما كنتش أحركتك، يعني لما قلت لك إنك كنت السؤال ده سألته قبل كده، اللي هو سؤال لكمة الأبوميزم. نتمنى يا جماعة إن أنتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة. المحاضرة دي مهمة جدا جدا، وبذلت مجهود في تحضيرها وخبراتنا وشغلنا مع الدكاترة، ونتمنى إن شاء الله يعني نكون كده لمينا تقريبا كده غطينا معظم أمراض الغنام. بقى لنا محاضرة بس احتمال أعملها الأسبوع الجاي عن طفيلات الدم في الأغنام. لو عندكم رغبة إن أنا أعمل محاضرة عن طفيلات الدم في الأغنام مع بعض كلهم مع بعض، تكتبوا لي على قولوا أه عايزينها ولا مش عايزينها. لأن أنا عملت طفيلات الدم في الإبل، عملت طفيلات الدم في الأبقار، لكن كتير من الدكاترة ما بيعرفش يشخص حالات طفيلات الدم في الأغنام. فلو انتوا تحبوا نعمل لكم عليها محاضره الانابلازما والبابيزيا والسيليريا مع بعض طفيلات الدم في الاغنام، تكتبوا لي تقولوا له عايزينها ولا مش عايزينها.
عايزينها، زكي صالح قال عايزينها، يعني لازم يكون لازم 5 يكتبوا عايزينها عشان اقعد اعمل فيها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.